يهل علينا هذا الشهر المبارك وهو شهر رجب الأصب الذي به الله تعالى يصب الخير على العباد صبا. وهذا الشهر فيه مناسبات مبروكة، فيه مناسبات مفرحة وبنفس الوقت مناسبات محزنة. المفرحة منها أنها في أول يوم من هذا الشهر زيارة الحسين سلام الله عليه، وتسمى بزيارة الغفيلة لأنه من زيارة الأربعين إلى زيارة الأول يوم من رجب ماكو زيارة مقصر الحسين، أي فترة من زيارة الأربعين إلى أول يوم من رجب. الزيارة الرجبية أو زيارة الحسين في اليوم الأول من رجب وليلة النصف أو اليوم النصف من شعبان يزار الحسين سلام الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يصافح 124,000 نبي فليزر الحسين بن علي. أي لأن الأنبياء تتوافد على زيارة الحسين، الملائكة تتوافد على زيارة الحسين، الخيرون والصالحون يتوافدون على زيارة الحسين. ومن زار الحسين عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه. وهناك روايات كثيرة عن فضل زيارة الحسين عليه السلام. وفي الليلة الأولى من رجب من المناسبات المفرحة ميلاد الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الباقر بأبي وأمي ولد في اليوم الأول من رجب، وذلك سنة 57 للهجرة النبوية على مهاجرها الصلاة والسلام. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو خامس أئمة الهدى، وقد بشر به النبي صلى الله عليه وآله حيث قال لجابر بن عبد الله الأنصاري. طبعا بالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله ما فارق هذه الحياة وما خرج من الدنيا قبل أن يبلغ الأمة من أن الأئمة من بعدهم 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعرف عن أسمائهم وفتح نافذة على الغيب طل من خلالها وأخذ يعرف الأمة عن الأئمة سلام الله عليهم وعن أمهاتهم وعن العصور التي يعيشونها ويعيشونها والملوك الذين يعاصرونهم. وذكر هذا النبي صلى الله عليه وآله بالتفصيل، وما ترك النبي هذه الناس سدى. أما هذه المقولة السائدة أن النبي سألوه في مرضه: من وصيك؟ من خليفتك؟ قال: لا أمركم ولا أنهاكم. هذا كلام غير مسؤول، وحاشا للنبي أن يقول ذلك، وإنما هذا من وضع بني أمية حتى يبعد الناس عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا النبي صلى الله عليه وآله صرح وبين أن الأئمة من بعد 12 إمام. وقال النبي صلى الله عليه وآله هذه الكلمة المشهورة التي هي في الحقيقة على لسان الجميع، أنه قال صلى الله عليه وآله: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، ف72 فرقة هالكة وفرقة واحدة ناجية. قيل: ما الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى.
فهذه الأمة افترقت بعد رسول الله إلى 73 فرقة، وكل فرقة تقول أنا. أكو كلام بالمناسبة للزهراء، طبعا كلامي هو مو أنا أفصل الموضوع، وإنما بعض الإشارات خوفا من الإطالة، لأن هذا موضوع جدا مهم وإلى علاقة بعقيدة الناس ومصير الناس. الله سبحانه وتعالى وضع الثواب على طاعته وجعل العقاب على معصيته سبحانه وتعالى. فمن أبواب الطاعة التي هي ينفذ من الإنسان إلى الله ولاية آل محمد صلوات الله وسلامه. ولاية ما ممكن إخواني بدون أن يكون الإنسان يعيش بلا من يقوده، لابد إلى إمام يدعوه، لابد إلى إمام يمشي نعم على طريقته. هذا إمام صنم، ذاك إمام النار، هذا إمام القمر، ذاك إمام الشمس، وهكذا. والأرباب متعددة، لما تروح للهند يشوف أشكال وأجناس، وهذا على هالديانة وهذا على هالديانة، وذاك يهودي وهذا مسيحي وهذا صابئي وهذا كذا نعم مذهب وهذا مسلم وهكذا. وبعدين تجي إلى الطوائف، مثلا احنا الساعة طائفة الشيعية، مو شكل طائفة شيعية، شنو توحدنا شنو تجمعنا؟ خيمة واحدة وهي ولاية آل محمد سلام الله عليه. لكن نشوف أقسام، مثلا ذولا الأصولية وذولا الإسماعيلية وذولا الزيدية وذولا المادجنو وتعددهم ومشكال وأجناس وأبواب. الله اللهم دلنا على الحق الذي أنت أمرت باتباعه بحق محمد وآل محمد. وبعدين أكو متابعة أو أنه أكو أتباع لهذا الجانب ولهذا الجانب. على كل حال، فهنا القضية يعني أكو فرد فرق، وهذه الفرق عرف مولانا متناحرة في الحقيقة ومتشاكسة. لكن نجي نسمع فلسفة عبادة الإسلام أو عبادات الإسلام على لسان الصديقة الموحدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هسه أنا أشوف أنتم ما أشوفكم بردانين، لأن ما أحس شوية صلواتكم ضعيفة، هاي صلوات ما الواحد بردان، سووا صلوات قوية شوية. جزاكم الله خير، إن الصلاة تدفع البلاء وتطرد الشر. فهذه الصديقة الطاهرة الموحدة حبيبة المصطفى الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء النور بأبي وأمي، هي تتحدث إلينا وتبين لنا فلسفة الإسلام. تقول: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والجهاد عزا للإسلام، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا أهل البيت نظاما للملة. اسمع الكلام: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. إمامة أهل البيت أمان من الفرقة، والإمام لا بد منه. باكر تحشر تحت لوائك، لما تتزلزل الأرض زلزالها وقال الأرض قالها وقال الإنسان وما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى إلى آخره. فهاي الناس لما تطلع كالجراد المنتشر وتشوفها أشتاتا، كل من يجي يحشر تحت لواء إمامه تلقائيا، لأنه واقف تحت هالراية
واحد يقول لك أنا أبويا مو تحت هاي الراية، هاي الراية مخالفة لطريق، هاي خطرة تخوف، هذه أنا بالطريقة الفلان، يقولوا تمام أنت شلت هناك، لكن قلبك ونيتك وشغلك أنت لها الجانب هذا، تعال هاي رايتك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ولذا على العاقل أن يدير باله ويختار الإمام الذي يحب يحشر تحت لوائه. والناس يوم العشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. شباب، هذا الكلام أنا ذكرته على ضوء كلام الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وآله فتح نافذة على الغيب وأطل من خلالها وبين للأمة إيش راح يجري وإيش راح يصير ومن هم أئمتهم، وبشر أن الأئمة 12 إمام، والتفت إلى جابر كان قاعد قال له جابر أنت يمتد بك العمر حتى تبلغ الخامس منهم، اسمه اسمي يبقر العلم بقرة، فإذا بلغت بلغه سلامي. يقول الإمام الباقر وجابر في آخر أيامه ذهب بصره وكان يعتجر بعمامته ويقعد بباب المسجد، يقعد بباب المسجد ويقول أين الباقر من آل محمد ومتى أرى طلعتك الرشيدة سيدي. ذول يمرون الشباب، يا مسكين يا جابر، والله رجال عالم صحابي خوش آدمي، مع الأسف هم صار أعمى وبعدين صار يخربط أخراف، قام يحشي حشي مو ما إلى فرد يعني لياقة، يا باقر شنو كذا، مو بالعالم هذا، هو في شأن غير شأنهم، وكانوا يستهزئون منه. يقول الإمام الباقر دخلت يوما المسجد وأنا صبي فسلمت وكان جابر جالس، قال إني أشم رائحة النبوة، من المسلم؟ شوف هذا الرجل العالم المؤمن الخير اللي ما ران على قلبه الذنب فغير عليه رائحة أهل البيت حتى يشم غيرها، سبحان الله، أشم رائحة النبوة، من هذا؟ يقول فقلت له أنا محمد ابن علي، قال عن علي بن الحسين، قلت نعم، فقام وقبل يدي ووقع على رجلي ليقبلهما، وما ينبغي أتركه يقبل قدمي. نعم، وهو رجل عالم ومن أصحاب رسول الله وشيخ، فتنحيت عنه فقال يا سيدي إني أحمل لك سلاما من جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت كيف هو ذا؟ فأخبرني وقلت على رسول الله السلام. فالمهم يا جماعة، إن دل هذا الخبر على شيء إنما يدل من أن النبي صلى الله عليه وآله ما فارق الحياة حتى تبين للأمة من أئمتهم وحذرهم من أئمة السوء. ولكن تدري بعد الإعلام والسلطة والأموال والسيف والخوف والرغبة والرهبة والمطامع وما شايك إلا اجتمعت، يا من يسائل دائباً عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأً فلربما كشفت جيفة ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة
وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة. لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة. وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة أوه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. هاي لما صارت هذه الأمور واختلفت الأحوال على كل حال والناس على دين ملوكها. المهم يا أعزائي فهذا الشهر شهر مبارك، في أول يوم منه ولد الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وله قصص كما وله أحاديث وله مناظرات، ونحن بحاجة إلى ذكرها ومعرفتها حتى نتعلم السيرة الطيبة الطاهرة والأخلاق الفاضلة من طريق أئمة الهدى التي ينتزعون ذلك من القرآن الكريم بوحي من الله على نبي محبور وهو نبينا محمد صلى عليه وسلم. أعزائي وفي هذا الشهر أيضا في اليوم الثاني من هذا الشهر ولد الإمام علي الهادي سلام الله عليه، هذا هو عاشر أئمة المسلمين. وفي اليوم الثالث عشر مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وفي ليلة العاشرة ويوم العاشر من هذا الشهر مولد الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما ما فيه من المصائب والآلام والأحزان، مثلا في اليوم الثالث منه كان استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وفي اليوم الخامس والعشرين منه كان استشهاد الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. بالإضافة إلى هذا الشهر الكريم فيه من العبادات المستحبة وفيه من الصيام والصلاة والصدقة فيه مضاعفة والأعمال فيه مضاعفة، وأكثر فيه من الصلاة على محمد وآل محمد. إلا أنني في هذا المجلس ونحن في اليوم الأول من هذا المجلس لمدة 8 أيام، هذا اليوم الجمعة إن شاء الله ختام مجلسنا في الجمعة القادمة بإذن الله، ونسأل من الله تعالى أن يمد في أعمارنا وأن يبلغنا ذلك. وهذا المجلس عقده في هذه الحسينية وفي هذه المؤسسة وفي هذا المكان الكريم وهو حسينية الرسول الأعظم الحسينية الكربلائية، أنا أقول اللي قام بهذا المجلس وأسس بـ8 أيام أبو أعياد الله يحفظه، وذلك في الحقيقة منه شكر لله على سلامته وأن الله تعالى عافاه. والواقع أنا كنت أقرأ في البصرة وإجاني الخبر بمحرم يوم الثالث من محرم أو يوم الثاني من محرم من أن قضيته ومشكلته وكذا، وطلبنا له من الله وتوسلنا إلى الله بالحسين أن يعيد إليه العافية، وقد فعل الله وقد استجاب الله، ونسأل من الله أن يتم والإكرام بالإتمام. اللهم سلم وتمم، أسأل من الله أن يتم عليه. وأنا دعائي ودعاء الخيرين إن شاء الله ودعاء المؤمنين للناس الطيبين، للإنسان الطيب البذور الخدوم الخلوق. نعم في الحقيقة هكذا. خل بس شيء أقول لكم، واحد أقاف فرد واحد يا سبحان الله متمزلك، عرفت مولانا بمزلاقة المداهنة والتصنع والتملق لهذا ذاك، أنا هاي ما عندي
أولا لا أتملق لأحد ولا بحاجة لأحد ولا أطلب رزق من أحد ولا أبدا. تربطني بكل إنسان رابطتان الأخلاق والإيمان. الإنسان اللي أشوفه مؤمن وعنده أخلاق فاضلة مصطلح يقول أخلي تراب رجلي على رأسي، وعنده كبرياء وجبروت لو متغطرس يو نافخته فلوس يو نافخه منصب لو نافخه مدري شنو كذا لو مركز اجتماعي أو بعيد عن حقل الأخلاق والتواضع، هذا والله ما يسوى عندي شيء أبدا مهما كان. كان سيد عالم فاهم فطحل شريد يكون أبدا. أنا عندي العظيم والمحترم الإنسان المتواضع الخير اللي يحضر مآتم الحسين البكاء على أبي عبد الله، نعم اللي ورع في دينه يؤدي أمان تصادق في حديثه أخلاقه حسنة مع الناس يميط الأذى عن طريق المسلمين يتفقد الفقراء، أم هذا اللي يتنفس نفس نعوذ بالله ويتقح شربة أمان ما هو يمه؟ عرفت مولانا احنا يم الله وأهل البيت وبركات الحسين، وأنا بالحسين تشوفوني قدامكم. وأنا قلت وقرأت لبعض الأخوان أنا لولا حسين ميت من زمان. اي والله لا فلان ينفعني ولا فلتان، انا لولا حسين ميت من زمان ولا اظل عايش لهاي الساعه، ولا له صوت ولا اسم عند بمكان ولا منابر عاليه وسماعه. بركات الحسين سلام الله عليه. وانا لما شفت هاي بركه أرغب كل المؤمنين والخيرين والأشراف والأنجاب وأبناء الفراش والغطاء اللي هم من أبناء الحلال يسلكوا طريق الحسين لأن طريق آل محمد. أي هذا؟ وهذا مولاي النبي قال مو أنا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فكلامي لما أقول لكم أبو عياد ودعيت له الله يوفقه وأدعو لهذا وكذا ما لي حاجة أنعد أحد، لكن أيش رائحة أخلاق رائحة طيب إنسانية كذا سأليش عرفت مولانا، حتى لا يضيع بهالهوس الظلمة المعروف وشكل. والإمام الحسن قال من رأى منك حسنة عدها وإذا بدت منك ثلمة سدها. هذا المؤمن من تبدي ثلمة من واحد مو تلزم لها طبل من سودة بوجهك يا ابو طبل، يلي تلزم طبل وتظل تفضح وتفصخ وكيش وكذا. وذاك المقابل شلون استقبل الله وشكل او هاي لا امر بمعروف ولا نهي عن المنكر، واستعملون التسقيط والدعاية وهالكلام هذا اللي بالأخير يخرجهم من أطار اللطف الإلهي إلى أطار النقمة والبلاء والأمراض والمشاكل، حتى يقع الإنسان في مصيبة يدعو فلا يستجاب له بهالأسباب هذه. اتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله أيها الخيرون. فعلى العموم يا أعزائي هذا المجلس عقد شكرا لله، ونصب عزاء على أبي عبد الله سلام الله عليه بهذه المناسبة، وأسأل من الله لكم التوفيق وحضور مآتم الحسين وابشي على الحسين. أي ابشي على أبي عبد الله، ابشي وبالدمع كحلها العيون، ابكي نساء رجال صغار كبار أولادي عندهم صغار اسمعوا، ابكي وبالدمع كحلها العيون أنصحك لا تخلي عيونك وكاح لأن قطرة الدمع تبكيها لحسين بيوم القيامة بجفك سلاح. وإذا باب الجنان غلق الذنوب دمعة على الحسين يصير مفتاح، دمعة على الحسين
الصير مفتاح. فأنا أخذ هذا الجانب بهذا المجلس والكلمات، وأسألكم الدعاء، وأسأل لكم من الله التوفيق، وإن شاء الله تأتون إلى ماتم الحسين وتملؤون المكان، وهذا مما يغيظ أعداء آل محمد ويسر قلوب آل محمد سلام الله عليهم. والله تعالى أحب شيء إلى إدخال السرور على قلوب آل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. زيارة الحسين، زيارة الحسين. يقول: لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، إني بوادي الطف أصبحت محرما أطوف ببيت والحسين ذبيحه، وتسألني عن زمزم هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا ضريحه. الله، هذا معاوية ابن وهب يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وأنا في طريقي للحج، يقول: رأيت الإمام سلام الله عليه يصلي وقد قنت بالقنوت، قنت الإمام سلام الله عليه، هاي يذكرها في ثواب الأعمال. يقول: كان يقول في قنوت، هذا من جملة كلام الإمام: يا من خصنا بالشفاعة، لأن هنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله خص ناس للشفاعة، منهم إشحيت وبحيت لا كنت أعرفهم، والقضية والله ما يدلها روح على القاضي مكشوفة معروفة، بس يحتاج لها عقل. يا من خصنا بالشفاعة، ويا من ختم بنا الأمم السالفة، اغفر لي ولأخواني المؤمنين ولزوار قبر أبي عبد الله، أبي عبد الله الحسين. اللهم ارحم تلك الألوان التي غيرتها الشموس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله، إلى آخر دعاء الإمام وكلامه. قال معاوية بن وهب: سيدي والله لو سمعت منك هذا الدعاء لمن زار الحسين لما أتيت للحج هذه المرة. قال لي: يا ابن وهب، إن الحج واجب على المسلم المستطيع مرة واحدة، والباقي مستحب، وأحب المستحب إلى الله زيارة قبر أبي عبد الله، زيارة قبر أبي عبد الله الحسين.
أعلم يا ابن وهب إن الله ينظر إلى زوار قبر جدي الحسين قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام. قال له أنت تزور الحسين؟ أنت بالكوفة. قال له أنت مو بيتكم بالكوفة؟ قال له بالكوفة. قال له تزور يوميا الحسين؟ قال له سيدي مسافة طويلة إخواني ما أقدر يوميا. قال له تزوره باليومين؟ قلت لا. بالأسبوع؟ قلت لا. بالشهر؟ قلت لا. قال في كل ستة أشهر؟ قلت لا. قال في كل سنة؟ قلت له نعم. في كل سنة مرة أزور الحسين عليه السلام. قال لا تكون من أهل الجفاء لجدي الحسين، أكو ناس ما أجفاهم لجدي الحسين. صدق أكو ناس هكذا. أنا أخو سمعان من واحد بيته قريب من صعن الحسين، يقول صار 15 سنة ما طبيت الحرم مثلا. هذا وين هذا وين؟ ما أجفاكم لقبر جدي الحسين. قال له هاي السنة لا تقطعها، لأن ما من شخص من شيعتنا يقطع زيارة الحسين ولو بالسمنة مرة متعمدا إلا وأنقص الله من عمره سنة. زيارة الحسين تطيل في العمر. وأعطى أحاديث وأحكام عن ما يتعلق بزيارة الحسين سلام الله عليه. ولا زيارة الحسين شأن، وكل زيارة لها ترتيب. مثل زيارة الأربعين ترتيبها يختلف عن زيارة العرفة مثلا، زيارة عرفة عن زيارة النصف من شعبان وهكذا. كل زيارة لها منزلة. مثلا هاي زيارة الأربعين الإمام النبي يقول لجابر، يقول له يا جابر زر قبر ولدي الحسين، فراح تعيش لذاك الوقت. يا جابر زر قبر ولدي الحسين، إن زيارة الحسين تعدل 100 حجة. السهل أسرعنا من نقول هذا الكلام، زيارة الحسين تعدل 100 حجة، والله ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى حجاج بيت الكرم. ذولا اللي يأخذون الحجي فوقي أو ما يتعمقون به أو ما يفهمون الكلام أو ما يعقلونه أو لا يعقلون يعرفوا بس يحرفونه، يردون يوهمون الجهلة مثلاً. يقول لك شوف 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 شو يعيشون، يريدون ينقلون الحج ويودوا الكربلاء. هذا حجيهم ضد الحج. اولا خلي يسمع هذا ويسمع الناس جميعا، المسلم المطلوب حج، اللي عليه حج وما اكو مانع منحه، لا مرض لا خوف لا فقر لا كذا، بس هو ما يريد يروح. يقول لك بدال ما اروح المكة اروح ازور الحسين. لو تزور الحسين 1,000,000 زيارة ما تنفعك وأنت مطلوب حج، وربما أنك مثل ما يقول القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن كفر، يعني الذي ما يدي أشك ما تفيدك أنت هاي الزيارة أبدا إلا أن تؤدي ما أوجب الله تعالى، لأن الحسين عليه السلام من أجلي إدامة هذا الحج وتأديته وإقامة الصلاة وتأديتها وأحكام الإسلام وبقاء دين محمد وتثبيت هذه الكلمة الإلهية الربانية المحمدية، ضحى أبو عبد الله. وينسب له أنه قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني.
الحسين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، يعني بتضحيتك قامت الصلاة. فإحنا لما نقول هذا الكلام مو يروح هذا يلويها يحرف الكلمة، لا، وإنما هذا من باب المستحبات، أحب المستحب إلى الله زيارة الحسين. ولذا النبي قال لجابر: يا جابر زر قبر ولدي الحسين أن زيارته تعدل 100 حجة. الله. ولذا ترى جابر أول زائر من أهل الأرض لأبي عبد الله سلام الله عليه، قال عطية العوفي: وأنا كنت معه، لأنه رجل كبير وبعدين ما يشوف، وأنا بخدمته. وجينا إلى كربلاء ورأيته اغتسل ونثر عليه السعد، وقال: يا عطية العوفي ألمسني قبر الحسين. قلت: يا سيدي إن القبور كثيرة، ما أدري أهو قبر الحسين. قال: مر بي على القبور قبرا قبرا، وأنا أعرف قبر الحسين. يقول: فأخذت أمر بي على القبور، كل قبر يأخذت من تراب يشمه، إلى أن شم تربة قبر الحسين. قال: هذا قبر مولاي، هذا ريحانة رسول الله. فاحتضن القبر وأخذ يبكي ويقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، لما لا حبيب يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وجسدك. ثم التفت إلى الأنصار قال: السلام عليكم يا طيبون، أشهد أننا شاركناكم. قال عطية العوف: وكيف شاركناهم ولم نصعد معهم جبلا ولم نهبط واديا، والقوم فرق بين رؤوسهم وأجسادهم. فإحنا شون يعني شاركناهم؟ شون يعني إحنا صرنا وياهم؟ قال: نعم، إحنا شاركناهم ذول الأنصار، لأني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عمل قوم أشركه الله معهم في عملهم، ومن أحب قوم حشره الله معهم، من ولا حجر حشره الله معه، ونحن نوالي هؤلاء ونحب عملهم. ثم التفت إليه قال: يا عطية العوفي، أتوقع اليوم يرجع إلى كربلاء ضعن زين العابدين؟ اليوم ضعن السبايا يرد. أنا بهذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله: قم وانظر إلى جهة هذا الطريق، طريق الشام، فإذا رأيت سوادا تطالع وتحقق عندك أنهم آل بيت رسول الله، أنت حر لوجه الله. قال عطية العوفي: فمضيت وإذ أرى السواد يتطالع، يقول: ثم سمعت أنات النساء وصرخات الأطفال، وسمعت امرأة تصيح بأعلى صوتها: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمهم؟ ما حال جثتي ميتين في أرضكم؟ بقي ثلاثا لا يزايا رمقامها. رجع عطية العوفي إلى جابر قال: قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسوله. قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: والله سمعت أنين الأطفال وبكاء النساء، وسمعت امرأة تقول: يا نازل. يقول: قال: إذن خذ بيدي الإمام زين العابدين عليه السلام،
من بعيد نظر جابر لما تحقق عنده إنه جابر ترجل الإمام واستقبله حتى عانقه أقال جابر علي هذا؟ قال نعم يا عم. أقال بني علي أين أبوك الحسين وأين عمك العباس؟ يقول له حين حين يا جابر وانحب وياك ويا يا 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 أنا بالمعارف قدت وليا رأيتك يا جابر تصد لي ولا من هجمة الغار علي. الله أكبر، هذه نائجة الظعن، الله يساعد زينة سلام الله عليها. السنة بالأربعين أعتقد سمعته، واللي كان بكربلاء هم شاف يوم الأربعين لقضة الزوار الازدحام وكذا، وسبحان الله بالوقت اللي يعني بساعته يرد ضعن السبايا على الضحى تهدم أو وقع جانب من شباك العباس سلام الله عليه، وإلى صورة هذه في الخيال. على كل حال بالليل يوم الأربعين بالليل أنا قرأت في صحن الحسين عليه السلام، وقرأت بأعلى صوت هذا الشعر والنشيد، وأقرأ الآن لكم. وكان ليلة الأربعين وإحنا كربلاء، كل يوم كل أرض كربلاء وكل يوم عاشورة. يا أبا عبد الله، طر القبر طر القبر صوت وصاح عباس بيد الراية، طر القبر صوت وصاح عباس بيد الراية، سووا درب يا زوار زينب اجت مشاي، ناداني صوت من حسين قوم اختك تلقاها. اي والله يا 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 مسبية اجت من الشام تمشي باثر ممشى، يا ريت من الخرايب يا ريت جابت رقية وياها، سووا درب يا زوار طفوا الضوء طفوا النار، طول الدروب دقوا ستار غضوا البصر لا ينشاف طول العقيلة فياي، دقوا ستار غضوا البصر سووا درب يا زوار طفوا النار، دقوا ستار طول الدرب دقوا ستار، غضوا البصر لا ينشاف طول العقيل افياء. الله بذيك اللحظات هنا زينب تلتفت لزين العابدين، بشت زينب وصاحت يا ولينا، والله بشت زينب وصاحت يا ولينا. يا عمي قبر ابوك حسين وانا يقل هالقبر ذاك وجرت عينه تعنت لو دمع الانتثار واسجى، ايه
تقل لي يا ابو السجاد لفي انا من اليسر للغاضرية، والله يا اخويا ضيوف عندك المسية. يا ابو السجاد جيناك بشكية لابو نزيد بالديوان شتى. تقل لو وصلت الشام مسبي عسان، لا وصلت الشام ان سوي الزلم طلعت تحسن الحسين زينب. الزلم وان سوي الزلم طلعت تتفرج على الايتام، جمع ظلام والخدر تتراجف من الظلام، ولا واحد من اخوتنا اي والله حضر ويشاف حالتنا. يا اهل الشيم وقفتنا بين الزلم والويل وليان، تاذيكم وتاذينا والله بين الزلم يا الوليان، تاذيكم وتاذينا. هاي المشاركة حلوة لأن هاي قعدتنا إلى صورة عند الله سبحانه وتعالى، فتفلم تلفزيوني هذا مذخور. يومئذ تحدث أخبارها، الضمير يعود للأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى لها. أبداً هاي صورتك جاي تشوفها في اليوم من الأيام مو شكل، وأنت تئن على الزهرة وبذيك اللحظات تطلع فاطمة وبيت قميص الحزين سلام الله عليه. ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في نشر الخلائق ينفخوا، لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحزين ملطخوا. وتبر الزهرة شفيعة مشفعة تقول يا سيدي تشوف أنا شون قاعد وشون أول من قلبك تون على الحسين سلام الله عليه. وأردنكم تشتركون بهالأبيات بهالونة أبيات الدعاء، جزاكم الله خير الجزاء. تقل لو وصلت الشام مسبيه عساني، لا وصلت الشام الزليم النساء ويا الزلم طلعت تتفرج على الايتام. الظلام والخدار تتراجف من الظلام، ولا واحد من إخواتنا. حضر ويشوف حالتنا يا أهل الشيم وقفتنا. إيه يا أبويا إيه بين الزليم يا الوليان، تاذيكم وتاذينا. ايه ذيك الساعة صحت يا حسين العمر لا طالت ايامه، يا خويا الشام هد حيلي ودعاني الليل ما نامه، على يزيد الرجس طفيت وراسك كان قدامه، ويضرب راسك قبالي واجت نار دلالي، صحت لا تضرب الوالي، عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والين. يزيد ومن سمع حجينا اغسب والد وسبني،
بذاك المجلس المشوم قام النغل يضربني عمت عين الدهر للشاب عقب حسين دولبني وعقب الخدر ذاك الفات للي بمجلس الشمات يعود لنا الفرح ايات وتعود اخوته بالخير تتعمر الوادين. الله هاي بيأت الدعاء اقراها تقول زينب طبيت للديوان والناس والله طبيت للديوان وين إلا اسم تجمع من كل الأجناس يهود ونصارى أو كفر ورجاس والله يهود ونصارى وكفر يا روى الجوى طبيت للديوان والناس متجمع من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجائس من شاهدان مهبة الراس صاحوا يا زينب وين عباس وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله ارفع يديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج. اللهم وحد كلمة المسلمين وانصرهم على الكافرين. اللهم حول سوء حالنا إلى حسن حالك. اللهم ارزقنا زيارة الحسين والعباس آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارفع راية الحق عالية يا الله وإلى من مات على الإيمان وأموات المؤسسين والقائمين بهذه الخدمة رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.